بارك مدير استخبارات وإرهاب صلاح الدين لأهالي المحافظة والشعب العراقي والقوات الأمنية بكل صنوفها ومسمياتها ذكرى النصر على داعش الإرهابي، وأكد في اتصال هاتفي مع قناة صلاح الدين استمرار العمليات الاستباقية للقضاء على ما تبقى من خلاياه النائمة، مطمئنا أهالي المحافظة باستتباب الأمن وعدم قدرة الإرهاب على العودة مجددا. بداية أهنئ نفسي وأهنئ شعبنا الكريم على الانتصار الكبير الذي تم تحقيقه على أعتى تنظيم إرهابي موجود في العالم. العراق قاتل نيابة عن العالم كله في هذه المعركة، وبفضل الله وعونه وهمة الغيارة من أبناء المسلحة والحشد وجميع القوات الأمنية انتصار كبير على هذا التنظيم. طبعا لا يخفى على كل إنسان له اطلاع على مجريات الأمنية داخل محافظة صلاح الدين أن يشاهد حجم التطور والعمل الأمني الكبير الذي تم تحقيقه في هذه المحافظة. لو تم مقارنة ما بين العمليات الإرهابية اللي حدثت السنة الماضية مع العمليات الإرهابية التي حدثت هذه السنة، لو قارنا ما بين السنتين لوجدنا انخفاض كبير في هذه العمليات وانحسارها بشكل شديد ضمن محافظة صلاح الدين، وبالأخص أتحدث عن مراكز الأقضية والنواحي المنتشرة. هذا طبعا ما أجا من فراغ، أجا من عمل استخباري لكل الأجهزة الاستخبارية الموجودة العاملة في المحافظة، وتمثل بقتل أكبر عدد من الإرهابيين ضمن قواطع العمليات، وايضا تمثل في الاحكام الصادره من قبل القضاء العراقي البطل، حيث تم الحكم خلال هذه السنه على اعداد كبيره من الارهابيين، وبما يعادل تقريبا 4 سنوات مضت. يعني لو قارنا راح نلقى عدد القتلى يعادل اكثر من 2 3 سنوات مضت، وعدد المحكومين اكثر من 3 سنوات مضت، مما يدل على انه هناك عمل أمني وجهد أمني واضح في المهنية والعمل الفني في عمله. بفضل الله تعالى وهمة الغيارة من أبناء القوات الأمنية بكل صنوفها، وبالأخص الجهد الاستخباري المتميز ضمن محافظة صلاح الدين، التنظيم داعش الإرهابي في تدهور ضمن حالاته اللي يعيش بها، حالة من التدهور والضعف يشهدها، وهذا يثبت عدم قدرته بفضل الله تعالى وهمة الناس الأبطال من ذوي الأجهزة الأمنية، عدم قدرته على تنفيذ أي عملية داخل محافظتنا العزيزة، وهو يعيش أضعف حالاته.